الشجرة عشان تكبر وتعلى لفوق ويكون ليها ارتفاع عالي لابد أن تستمد غذائها من الجذور، والجذور على قد ما تتعمق في الأرض تقدر ترتوي عشان تروي الساق والشجرة تكبر أكتر. ومعروف عن الأشجار إن زي ما ارتفاعها فوق سطح الأرض لو كان 5 متر مثلا يبقى أعماقها في الأرض كام؟ 5 متر 6 متر. فالشجرة تعلى بسرعة ليه؟ لأن في غذاء بيوصل للجذور، ولما يوصل الغذاء للجذور الشجرة ترتفع. أنت كمان كده علشان ترتفع في علاقتك مع الله لابد إن أنا أستمد غذائي من جذوري. إيه هو جذوري؟ الرب يسوع. يعني لازم أقعد معاه كتير، أقعد معاه كتير فأنا بستمد غذاء وباكل وبكبر في علاقتي مع الله لو قعدت معاه. عشان كده مهم جدا إنك تقعد معاه وتقول لي علمني يا رب علشان أكبر في علاقتي معاك، عايز أرتفع في العلاقة الحية معاك، فعلمني إزاي أقعد معاك، وعلمني أشوف أنت عايز توريني الطريق فين، أمشي فيه إزاي وأتحرك فيه إزاي. قل له أنا جاي وأقعد معاك عشان أرتفع وأعلى في علاقتي معاك، فلززني من فضلك، فلززني بالجلسة معاك. على قد ما تقعد كتير على قد ما ترتفع في علاقتك كتير، والروح يعمل فيك وتلاقي نفسك في السماويات.